أول ما بسمع إندونيسيا بحس بالشريعة الإسلامية، بحس بالقوة الإسلامية، بحس بالدعم. إندونيسيا تعتبر أكبر دولة إسلامية، فاهم علي؟ ويكفي إنها دولة إسلامية بالدين، بالدين الإسلامي، وبتقف مع الشعب الفلسطيني وبتأيد الشعب الفلسطيني يعني بتأيد حقوق الشعب الفلسطيني. إندونيسيا أرض الخير، أرض أخواننا المسلمين، نحبهم بالله عز وجل. شعب صديق وشعب مسلم، ودائما شعب يدعم فلسطين ويدعم الشعب الفلسطيني وإخواننا في الدين وإخواننا في كل شيء. إندونيسيا شعب مسلم وموجود في قارة آسيا، من الدول الآسيوية البعيدة واعتنقت الإسلام، من أول الدول اللي اعتنقت الإسلام، وهذا شيء نفتخر فيه كمسلمين وكعرب. الإسلام العظيم، دولة شقيقة ومحبة يعني إندونيسيا، وبحبوا الشعب الفلسطيني. إنها دولة محترمة وبتسألنا وبتقدر. أول شيء يدعمونا بالدعاء لأهل فلسطين، هذا يعني أكثر شيء نتمنى منهم، أنهم يدعوا لنا أنه ينصرنا الله في أرض فلسطين، وأي نوع من أنواع الدعم يكون جيد لأهل فلسطين، لأن فلسطين محتاجة جميع أنواع الدعم. يعني إذا الدعم بده يكون من جميعنا، هو أول دعم حيكون اللي هو فك الحصار. أول شيء الحصار هذا على الشعب وبالذات على قطاع غزة بيخلينا مش قادرين نوصل لا إندونيسيا ولا غير إندونيسيا. الطرود الغذائية للأسر المتعففة الفقيرة، منح للطلاب، وهذا أمر مهم جدا. الأيتام، كفالات الأيتام أيضا مطلوبة، ومطلوب كمان دعم المجاهدين. في عنا ناس جنود مجهولة تحت الأرض بتشتغل وينتموا لأسر فقيرة، وفي نهاية المطاف هو بيشتغل يعني تطوع لله تعالى، بروع على البيت يمكن ما حدش بيتفقده. ممكن إن شاء الله. طبعا كل دولة بإمكانها يكون لها دور في تحرير القدس، كل بلد إسلامي بإمكانه أي دور يلعبه في تحرير القدس. نرجو ذلك من إندونيسيا وكل الأمة الإسلامية. طبعا إندونيسيا وجميع المسلمين إن شاء الله. نوت إندونيسيا يكفي أنها تعمل مقاطعة مع إسرائيل، بتكون لها دور كبير فيها، بتحد بصير الدول الباقية، الدول الإسلامية زي ماليزيا زي باقي الدول تحذو حذوها، والمقاطعة بتأثر على إسرائيل. مش مهم منها تكون من الناحية العسكرية أو من الناحية السياسية، ممكن تكون من الناحية المادية، من أي نواحي يعني علمية، من أي نواحي بيقدر الإنسان يشارك في فلسطين. يا سيدي حتى لو بالدعاء بيساهموا تحرير فلسطين. غير الدعاء، دعم مالي، دعم مالي يساهموا، الدعم المالي والدعم بالشباب والدعم بإنشاء المؤسسات الداعمة لأهل فلسطين، استقبال الطلاب للتعليم في الخارج، وبناء المشاريع وبناء الدور المهدمة وغيره من المشاريع التي تخدم على الصعيد الاقتصادي والصعيد المعنوي والصعيد السياسي الخارجي.